كارتون <جوه> <applause> نبدا بك محمود نرجو نحكيه على الشان الفلسطيني عاد القصف وعادت جرائم الاباده في حق الشعب الفلسطيني الارقام مفزعه اكثر من 700 شهيد في اقل من 48 ساعه قصف هستيري اكثر من القصف اللي عرفناه تيله الخمسين يوم, يوم من الحرب باش نجمو نحكيوا على الجديد في علاقه بما يحدث في فلسطين محمود. تستنيت هذا انه يكون القصف يرجع بالحد قول غاظتهم الهدنه يعني الفر اترابي اللي شاف. انا كنت متوقع انه بالضغط الدولي رفيق انه القصف العشوائي من الطيران بتاع الكيان الصهيوني باش يقل بعد الهدنه ولكن اللي انه هذا العدوان اصبح مستمر واكثر من قبل الهدنه والاكثر من هذا انه خلى على الاقل جزء من الراي العام الدولي ينقص رينا في الاسبوع هذا لاول اسبوع منذ انطلاق الحرب انه ما يصيروش مسيرات كبيره في البلدان والعواصم الاوروبيه مثلا كالمسيرات اللي ريناها في لندن بتاع مئات الالاف الاسبوع هذا خاطر فما هدنه ما صارتش في الولايات المتحده نقصد في بلدان اخرى كفرنسا وإسبانيا كذلك نقصد فإن الهدنة خلت امتصت نوع من الغضب بتاع الشوارع الاوروبيه والعربيه اللي ما عادش جمله واحده معناتها رفيق كيف كيف هذايا خلى انه الكيان الصهيوني بهالامتصاص نتاع الغضب هذا يرجع باكثر وحشيه، الوحشيه هذه رفيق مشيت ابعد من اللازم لان كلنا نتحدثوا على مواقع امنه ومناطق امنه اليوم في قطاع غزه وهي مناطق الجنوب بالاساس اصبح القصف يشمل كذلك مناطق الجنوب ويظهر لي ماشيين للسيناريو المفزع والمخيف اللي هو تهجير اهالي غزه لانه يعني الانطلاقه كانت بالشمال بدينا نقضي على كل مظاهر العيش في الشمال وقاعدين نحضروا توا وبدا القصف حتى البارح صار قصف في مناطق جنوب غزه فانه انتقلنا الى الجنوب وهذا بطبيعه الحال وقت اللي باش يكثر الضرب في الجنوب سندفع سكان غزه الى مغادرتها الى رفح كيف كيف في الضفه الغربيه فيه اعتداءات صارخة وقصف زادة كيف كيف واعتقالات بالجملة احنا يظهر لي سيبنا في, في فترة الهدنة ما نعرفش 300 و 400 فلسطيني او اكثر فلسطيني طفل وفلسطينية يظهر لي عدد الاعتقالات فات بكثير الشيء هذا دونك اليوم اللي قاعدين نراوه في 24 و 48 ساعة 700 شهيد اكثر من 700 شهيد في قطاع غزة المشاهد مؤلمة ومؤلمة جدا الاكثر واللي يخوف اكثر الرفيق اللي قاعد نتبع في بعض المؤثرين اللي كانوا ينقلونا الصوره اللي تحدثوا مثلا معتز العزايزه وزوزه وثلاثة اخرين فيهم الجفراوي. جفراوي وفيه شابه فلسطينيه اخرى كيف كيف يقولوا انه اليوم اصبحت حياتنا مهده اكثر من اي وقت مع صعيب كان نجموا ننقل لكم اكثر صور قاعدين نحاولوا انه ننقلوا المعاناه بتاع الشعب الفلسطيني ولكن القصف والعدوان الصهيوني لا يستثني احدا لا يستثني لا صحفيين ولا مواطنين ولا مدنيين وما يستثني حتى حد حتى المستشفيات راهو في الوضعيه المزريه, المزرية نتاعها. المستشفيات من. والعديد يعني. كانت بالعشرات معتز العزيز اللي يقول انتهت مرحله المخاطره لنقل الصوره موي. وبدات مرحله المحاوله للنجاه لقد نقلت بما فيه الكفايه واشهد الله انه كان لوجهه وخدمه لوطني نعيش الان تحت بدايه حصار داخلي لا يمكننا الخروج سواء باتجاه الشمال او الجنوب الدبابات تحاصر المنطقه الوسطى من الشمال والجنوب وضع مأساوي لأبعد مما تتخيلون تذكر أننا لسنا عبارة عن محتوى للمشاركة نحن شعب يقتل وقضية نحاول ألا تمحى عن الوجود وحدنا آه هذا كلام معتزل العزيز نفس الفكره كان قالها زيد ال جفراوي صانع المحتوى والصحفي اللي ينقل فيما يحدث صالح على جفراوي اللي ينقل ينقل عفوا فيما يحدث على الاراضي الفلسطينيه عاد القصف وعاد ارقام عادت ارقام الشهداء للارتفاع من